يعد تنظيم هذا المعرض حول المنتوجات الجزائرية في قطر يعد فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تشرفت اليوم بزيارة المعرض الجزائري. أنا فريدة وجدت علمي خان موجودة في المعرض، وكانت كلها رجعني أجنحة ممتازة وفي كمية كبيرة من الصناعات الثقيلة والمواد الغذائية المختلفة. وثانيا أنا المعرض صراحة ممتاز، كان جيد جدا واستقلنا الأجواء، كانت أجواء عائلينا فكان استمتعنا، وإن شاء الله كنا في السبب القريب نشوف المنتجات الجزائرية في السوق المنطري. وإن بالتوفيق لكم كلكم ومن الشعب الجزائري الشقيق. أنا دكتور عبد الغفار. أي فين كتابك؟ ما شاء الله تبارك الله، يجد جاك كثير وكثير وفرة كبيرة متوقعة أن فيها منتجات سكانية، لكن حدث ملابس ملابس من بيت عن مشاركة تبارك الله يوز تعاملهم ومنتجات كم كبيرة صراحة إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.